بس بقى بس عايزه ايه؟ ليه؟ انت نسيت كنت ايه وانا عملت منك ايه؟ نسيت اللي عاجبك فيها اكتر مني عايز افهم الشركة دي هتبقى أهم شركة تطوير عقاري في مصر. مش عارف أقول لك إيه بصراحة. بس أنا مجهز لك حاجة. اتفضلي. إيه ده؟ ده حقك. أنت بتهزر؟ أنا مش عايزة أي حاجة. أنا كفاية عليا الفرحة اللي شفتها في عينيك وأنا داخلة عليك بالعقد. دي عندي بالدنيا كلها. هاي حبيبي منار حبيبتي مش هتصدقي خبر بمليون جنيه مليون ايه؟ خبر ب 25 مليون جنيه عقد بالامر المباشر مبروك الف مبروك يا حبيبي بقول لك ايه احنا لازم ننزل ونحتفل ونكسر الدنيا عايزين نسهر للصبح النهارده طبعا لازم نحتفل نحتفل بيك وبنجاحك يلا بينا يلا اسكتي بقى انتي زنانه ولا ليه؟